السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم متابعين قناه روزلاند؟ وحشوني جدا جدا. والنهارده في فيديو جديد عن باليت الشادو. جايبين النهارده باليت شادو صغيره كده محندقه من ام ان عامله باليت شادو حلوه جدا، ودي لسه نازله جديده. خلونا كده نفتحها مع بعض. شايفين الباليت شكلها عامل ازاي؟ بصوا الجمال بقى، دي كل الدرجات بتاعتها، هي فيها 15 لون. بصوا الجمال، هي فيها تقريبا 4-5 درجات جليتر والباقي كله شيمري، والدرجات بتاعتها حلوه جدا. احنا ساعات بنحتاج باليت، دي باليت بس فيها الدرجات دي لوحدها، لان الدرجات دي برضو تنفع صباحا ومساء، يعني تنفع في خروجات الصبح وتنفع برضو في خروجات بالليل، لان هي كمان فيها جليتر وسعرها حلو جدا جدا. اما تعالوا بقى نشوف البيجمنت بتاعتها الجميله دي. خدنا اللون ده، بصوا كده البيجمنت بتاعتها رهيبة. انا برضو مش عايزة اجرح البالت قوي. شايفين درجات البنكات الجميلة دي، برضو فيها هنا السيلفر، بصوا تحفة جدا جدا جدا، وسعرها حلو جدا جدا برضو زي ما انتوا شايفين كده. بس البالت دي معانا النهاردة برضو سعرها حلو جدا من ان، الخامة بتاعتها حلوة قوي 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 قوي. تعالوا برضو جايبالكوا باليت تانية من ان، تعالوا برضو نفتحها ونشوفها مع بعض. دي برضو شكل البالت التانية اللي معايا، مش عارفة ليه مش عايزة افتحها. بسم الله، بصوا دي البالت التانية من ان. البالت دي فيها 7 الوان شادو، وكمان فيها 2 هايلايتر بدرجات مختلفة. تعالوا برضو نفتحها ونشوفها. بسم الله، هي بتبقى جاية كده متبرشمة، نفك كده كده. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين هما كلهم 11 لون، فيها 10 زي ما قلت لكم دول كده، 9 هما درجات الشادو، وفيها كمان 2 هايلايتر بدرجات مختلفه. وبرده دي خطيره جدا، واستخدامها حلو قوي قوي للناس اللي هي لسه مبتدئه. هتلاقي باليت شكلها حلو وسعرها مناسب برضو، والبيجمنت بتاعتها حلوه، مش شرط تكون كبيره على الفاضي، بس دي درجاتها حلوه جدا 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 ومناسبه، والبيجمنت بتاعتها رهيبه جدا، والباكش بتاعتها حلوه قوي قوي قوي. وبس كده، هنا النهارده كان معانا الاثنين دول من ان، منزلهم جداد. دي كلها شادو، ودي كلها برضو شادو، ومعاها الاثنين الجليتر دول اللي هو الهايلايتر. بس كده، وده يكون الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. متنساش نفكركم ان احنا عندنا توصيل جميع المحافظات. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.